السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الوضع النهارده على ساحه الحرب الروسيه الاوكرانيه بالذات في منطقه سوليدار كالاتي: كان في الايام اللي فاتت قوات فاغنر الروسيه كانت تمكنت من مدينه او بلده سوليدار، وبالرغم من كده ورغم ان قوات فاغنر قالت ان احنا تمكنا منها، الا ان الكريملين كان متحفظ بشكل كبير وبشكل فعلا واقعي، وقال لا احنا لسه ما حطناش ايدينا بالكامل على مدينة سوليدار. لان دايما لما بيطلع المتحدث العسكري الروسي وبيعلن عن خبر بحاجة لازم يبقوا متأكدين تماما، وفعلا من خلال كل المواقف اللي فاتت ما طلعش مرة المتحدث العسكري الروسي واعلن عن خبر الا ما كان فعلا الخبر ده صحيح، يا اما انه هو بيعلن بموافقة ضمنية من الاوكران او من الغرب، او ان الغرب بيلتزم الصمت اللي هو يعني محرج او متحفظ ان هو يعترف بالانتصارات والتقدم الروسي. النهارده طلع المتحدث العسكري الروسي رسميا واعلن سيطره القوات الروسيه كامله على بلده سوليدار. السيطره على سوليدار جاءت بعد قصف كثيف لطيران الجيش والقوات الصاروخيه والمدفعيه التي ركزت نيرانها على مواقع القوات الاوكرانيه في المدينه، ومنعت بذلك نقل الاحتياطات والذخيره، واجبرت العدو على الانسحاب لخطوط دفاع اخرى. العمليات الهجومية الناجحة لقواتنا في سوليدار خلال الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير أكثر من 300 قطعة سلاح تابعة للقوات الأوكرانية. سوليدار يا جماعة هي بلدة كلها مليانة بالملح وكهوف الملح، هتلاقوا أن في كهوف الملح ديت لازال في بعض من الجيوب المقاومة البسيطة، ولكن على النحو الآخر الرئيس الأوكراني زيلينسكي بيقول كلام مختلف تماما. الرئيس زيلينسكي بيقول لا احنا لازلنا بنقاوم وبلدة سوليدار لسه ما سقطتش لحد دلوقتي. على حد تصوري الشخصي ان طالما المتحدث العسكري الروسي قال كده ففعلا قوات فاغنر يعني طلعت فيديوهات يا جماعة هي والقوات الروسية وهم ماشيين في شوارع والطرقات اللي موجودة في بلدة سوليدار، بل ان كمان في فيديوهات لتاني مرة بقولها بشعة مش هينفع علشان سياسة اليوتيوب، جثث الاوكران في كل حتة مترمية في بلدة سوليدار. الوضع يا جماعة بشع فعلا وما ينفعش ان انا اوريه لحضراتكم. في تصوري زي ما بقول لحضراتكم ان الوضع دلوقتي ان بلدة سوليدار هي فعلا سقطت، ولكن طبعا الغرب مش هيسمح، وعمال طبعا اكيد اجهزة مخابرات وقادة عسكريين في الغرب الاوكراني، ما اوكرانيا يا جماعة كبيرة برضو، اوكرانيا تقريبا ما يتقرب من تلتين مساحة مصر، اوكرانيا دولة مش صغيرة في المساحة، وعندنا قلنا ان هي مش مربعة ولكن هي الشرق الاوكراني والغرب الاوكراني بعاد جدا عن بعض عن الشمال والجنوب الاوكراني، فالغرب الاوكراني بعيد عن شرق اوكرانيا. ممكن بقى قادة عسكريين من الناتو يدخلوا في غرب اوكرانيا بحيث ان هم بيدوا املاءات للقادة العسكريين الاوكران اللي موجودين، وطبعا اوكرانيا مش هتحاول ان هي تستسلم بسهولة ولا الغرب، لان طالما بلدة سوليدار خلاص سقطت فدي مفتاح الى بلاد اللي من بعدها زي تراماتورسك وبخموت، لما هتسقط هتبقى مفتاح الى تراماتورسك ويدخلوا على العمق الاوكراني، وده في حد ذاته يا جماعة بيشكل تغيير كبير في العملية العسكرية، لان كان الهدف من العملية العسكرية في الفترة اللي فاتت كلها من ناحية النيتو والغرب ايه؟ ان هم يفضلوا يستنفذوا كل القوى العسكرية والقوى الاقتصادية بتاعت الروسيا. يا جماعة لو سمحتوا لازم تفهموا حاجة، دي روسيا بتحارب بقالها سنة دلوقتي تحت ظل عقوبات اقتصادية ما حصلتش قبل كده، مفيش دولة في العالم واجهت كمية العقوبات الاقتصادية زي اللي بتواجهها روسيا. لا كوريا الشمالية بتملك نص او اتحط عليها نص العقوبات الاقتصادية ولا ايران، كل الدول اللي عليها عقوبات اقتصادية زي ايران زي كوريا الشمالية زي اي دولة اتعمل عليها ما جاش نص اللي اتعمل على روسيا. وصل الامر يا جماعة ان هم منعين دول من التعامل حتى تجاريا مع روسيا خلاص، ورغم كده روسيا صمدة صمود قوي جدا. فهم كانوا بيراهنوا على حاجتين، الغرب ان احنا عايزين نكسر عظام
الروس، عايزين نجيب بمقادفهم الارض. فالحل ايه؟ الحل ان احنا نضعفها اقتصاديا ونفضل نستنفذها على الارض الاوكرانيه عسكريا. احنا مش هندي اوكرانيا أسلحة هجوم، لا لا لا، احنا مش عايزين برضو نستفز الترسانة العسكرية النووية والأسلحة النووية الروسية، فيفضلوا يستفزوا ويستنفذوا في كده. ولكن اللي حصل ان مع تغير القيادة من 3 شهور، وزي ما قلت لحضراتكم، ابتدت تحصل تحركات إيجابية. النهاردة على أرض الواقع بيحصل ما لم يتوقعه الغرب، وهو التقدم الروسي. كان الأول هو استنزاف القوة الروسية على خط التماس، وبعد كده تبدأ القوات الأوكرانية بدعم من نيتو من الغرب ان هم يحرروا كل الشرق الأوكراني اللي استحوذ عليه الروس، ويبقى كده أوكرانيا حررت أرضها، ويبقى انتصار كبير لأوكرانيا وانتصار للنيتو وهزيمة لروسيا. وتعالى بقى يا بوتين اقعد لنا على الترابيزة وهتسمع مع الشروط ومحكمة بقى جرائم حرب، وحنعمل عليك 1 و2 و3. ولكن ده كله خالف كل التوقعات. النهاردة اللي بيحصل ايه؟ في تقدم من القوات الروسية وحيبدأوا يدخلوا على العمق الاوكراني. بخموت وسوليدار بيمثلوا جب مقاومة كبيرة وبوابة الى العمق الاوكراني الكبير. طب ده بقى الوضع اللي انا شرحته لحضرتك كده في الوضع الحالي. الوضع بقى اللي جاي، الفترة بقى اللي جاية ايه؟ المفترض ان على حسب اللي احنا بنشوفه ده، ان بخمت ممكن مش هتستمر كتير الا ما هتسقط. يعني احنا ممكن نلاقي في خلال شهر اما كان اقل الا مع سقوط بخمت، مش هتلحق كم المساعدات العسكرية انها تنجد اوكرانيا. فيبقى الحل بقى ان يبقى في حركة اسمها ضرب كرسي في الكلوب. يعني ايه؟ يعني يجي الغرب ويقوم مستفز روسيا بعمل عسكري آخر، بحيث ان هم يحاولوا ان هم يلهوا القوات الروسية او يلهوا القيادات العسكرية الروسية عن العملية العسكرية داخل اوكرانيا. ما هو اللي هيحصل، ان ده انا بقول ده تصوري الشخصي بقى يا جماعة، وجايز هو تصوري ده قابل للصح وقابل للغلط، لكن اللي انا قلته لحضرتك من معلومات في بداية الكلام دي كلها معلومات مثبتة. ولكن في تصوري الشخصي ان كل الاسلحة والامدادات العسكرية اللي هتيجي الى اوكرانيا في الفترة اللي جاية مش هتيجي في يوم وليلة، دي رقم واحد. رقم اتنين، هتستلزم تدريبات من القوات الاوكرانية على ان هم يشغلوها، وفي نفس الوقت مش هيلحقوا، لان اقل حاجة علشان حتى توصل المدرعات الفرنسية او لو حتى انجلترا وامريكا النهاردة قرروا ان هم خلاص هيرسلوا دبابات الى اوكرانيا، مش هيلحقوا قبل 5-6 اسابيع، هتكون بالفعل روسيا دخلت في عمق اكبر. طب نعمل ايه؟ احنا لازم نعمل عملية الهاء. زي على سبيل المثال كده، النهاردة امريكا بتلمح ان هم خلاص هيرسلوا في رومانيا، ورومانيا من دول النيتو، ان هم هيرسلوا طائرات استطلاع علشان تراقب الحركة العسكرية الروسية. من الواضح ان يا جماعة رقم واحد، بس كده خلينا نبقى متفقين. قبل كده كنت بتكلم مع حضراتكم وبقول لكم ان ممكن يبقى في عملية سلام، ولكن بعد زيارة زيلينسكي في امريكا، وبعد الاصرار من المزيد على الامداد العسكري والتسليحي لأوكرانيا، من الواضح كده ان مفيش عملية سلام. ومن الواضح جدا ان دلوقتي امريكا عمالة بتقول لكل دول الاوروبية الروس مش هيجيبوها البر، الروس لو انتصروا على اوكرانيا هيدخلوا عليكم بلد ورا التانية. بوتين خلاص جاله جنون العظمة، بوتين عايز يدخل على بيوتكم ويدمر بلادكم. فالحل اللي احنا لازم ندمر روسيا بأي شكل. وطبعا بايدن هو وأمريكا في قارة تانية بعيد، مين اللي بيدفع الثمن دلوقتي؟ أوروبا. فالحل دلوقتي العمل ان احتمال تصوري الشخصي ان ما بين 6 أسابيع 10 أسابيع ان هيحصل كرسي في الكلوب. قبل كده هتدخل القوات البيلاروسية داعمة مع القوات الروسية، وفي خلال فترة مش بعيدة بقولها لحضراتكم، كانوا قالوا الصحف الأمريكية من فترة من حوالي أسبوع أن بوتين يجوز أنه هو يستدعي 500,000. في تصور الشخصي أن بوتين مش هيستدعي 500,000 من القوات الروسية، ولكن هيستدعي ما يقرب من 200,000 من القوات الروسية، وبحيث أنه هم يدخلوا في تدريبات أخرى برضو ويكونوا داعمين إلى الحرب الروسية دي. تصوري أن القوات البيلاروسية اللي هي بالفعل دلوقتي على خط التماس وعلى الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا هتشترك في المعركة في خلال فترة مش بعيدة، فترة ممكن تكون ما بين 10 أيام وما بين
ثلاث أسابيع أو شهر بالكتير، القوات البيلاروسية هتكون داخلة في المعركة. واضح جدا في تصوري قبل كده وقلت لحضراتكم برضو إن الحرب النووية مستبعدة تماما، ولكن ممكن الغرب يلجأ إلى مع توغل القوات الروسية يلجأ إلى هو إن هو يخلق للنيتو وللعالم البعبع بوجي، إن هو إيه ده بوتين ده البعبع النووي، فهم يضطروا إن هم يخلوا روسيا تعمل كده. أنا تصوري ان في غبار نووي هيحصل، في ضرب نووي، لو مش نووي مدمر نووي تكتيكي. انا مش بتمنى ان ده يحصل، ولكن انا بقول لحضراتكم توقعاتي مش اللي هي عبارة عن تنجيم، ولكن طبقا للي انا شايفه على ارض الواقع. يجوز اللي انا بقوله لحضراتكم يخطئ ويجوز ان هو يصيب، ولكن في كل الاحوال انا اتمنى ان كلامي يخطئ، واتمنى ان المعارك والحرب دي تنتهي اليوم قبل غدا. ده الموضوع بكل بساطة. أشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. لو حضرتك أول مرة تشوفني ما تنساش بالدعم بالاشتراك، وما ننساش اللايك يا جماعة، وأشوفكم في فيديو آخر. سلام عليكم.